كورونا تحديدا عاد الحجي هذه أول دورة يعني منافسة كبرى بهذا العدد من المنتخبات التي ستتنافس، تتم أو تنطلق أو من المفروض أن تنطلق تحت رحمة الكوفيد ووسط مخاوف كبيرة، يعني دول في من تصنف في منطقة حمراء لاعبون لا يلتحقون بمنتخباتهم، مباريات ودية يتم إلغائها في آخر لحظة. هل تعتقد بأن الكاميرون جاهزة لمواجهة هذه المتغيرات الصحية أو هذه المخاطر الصحية؟ شوف، هو الكاميرون كان نظم العام الماضي منذ عام تحديدا في جانفي فبراير 2021 شان بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، وكنا في الكوفيد كذلك. كان هذه كان 2022 اللي كانت راح تجرى عام 2021، بعدين تم تأجيلها بسبب كوفيد إلى 22. راح تكون أول منافسة كبرى من تنظم من طرف الاتحاد الإفريقي بعد الشان في ظل الكوفيد. احنا شفنا العام الماضي في الكاميرون، وانا كنت حاضر ودخلت معاك من الكاميرون العام الماضي، كان فيه استعدادات بالنسبه خاصه للصحيه، ما شفناش حالات كثيره من الكوفيد، سواء في اللاعبين سواء في المناصرين او حتى من الرسميين والمنظمين. العام هذا ايضا الكاف ولجنه تنظيم كاس امم افريقيا 2022 توتال انرجيز بالكاميرون عملت ترتيبات جد ردعيه وجد كبيره وقويه، خاصه في المجال الصحي، حتى يكون كل واحد يكون في الكاس هذه، كما نقولوا احنا يجوز الكاس هذه ولا يشارك الكاس هذه بكل اريحيه. صح الكوفيد هو وباء اللي راه قايس كل العالم، لكنه شفناها في كاس اوروبا، شفناها في منافسات عالميه جرات بحضور الجمهور. الكاف المره هذه بالتحديد مع اللجنه المنظمه لكاس افريقيا للامم رتبت كل الامور، خاصه من الناحيه الصحيه.